لو الحكاية فيها إن فيجو على مقر أنا على مازن على جائزة يكفي كان هذا التبرع الرفاقي على شباب المصارعين بالرحمة الفن هذا الفنان التقي الورع الصالح الموقف المقدس كان لا موقف عديد للأمانة يعني يكفي انه لقى ناس في وقعة ما حدش يعرفها كتير يعني لقى ناس مش قادرين يرمموا حوش القرافة وكانوا بيلموا من بعضهم عشان يدفنوا متوفي فهو تبرع بترميم الحوش بس